عاجل الشاهد تفاصيل الصورة للمؤثرة السعودية هند القحطاني، حيث ظهرت بشكل خاطئ بالغلط على ستوري سناب شات الخاص بها، مما أدى إلى جعلها من أكثر المواضيع رواجا على منصات التواصل الاجتماعي. وفي التفاصيل، ظهرت صورة هند القحطاني على ستوري سناب شات الخاص بها، وهي من أبرز المؤثرات السعوديات على هذه المنصة، حيث تم نشر هذه الصورة على الستوري بشكل خاطئ بالغلط من قبل هند القحطاني. وهذا الحدث أثار اهتمام المئات من النشطاء على تويتر، حيث استخدموا اسم هند القحطاني للتعبير عن اندهاشهم من هذه الصورة. بعض المغردين شككوا في صحة هذه الصورة المتداولة واعتبروها مفبركة. وفي النهاية قامت هند القحطاني بحذف هذه الصورة من ستوريها بعد اكتشافها بأنها نشرتها بشكل خاطئ. هذه جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الخبر سنوفيكم بأي تفاصيل إضافية حال توفرها. لا تنسونا باللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. شكرا جزيلا لكم على المشاهدة، وإلى اللقاء.